كتب أحمد الجار الله: يا ولي الأمر، ما في بالبلد إلا هالولد، لا تظلم القوس، أعطي القوس باريها. أما آن للكويت الخروج من دوامة الأزمات التي تتسبب بها مجالس وزراء رئيسا وأعضاء لا ترى في المنصب إلا الوجاهة أو تصريح مرور للتعدي على المال العام وأعلاء الشأن الخاص على ما عداه؟ هذا يدفعنا إلى طرح أسئلة عدة. هل ما جرى في السنوات العشر الماضية كان لمصلحة البلاد والعباد والدولة، أم أن المؤسسات وظفت لخدمة هذا الفلان وذلك المتنفذ حتى وصلنا إلى هذا العجز المخيف في ميزانية الدولة وشلل معظم القطاعات الإنتاجية، وكأننا دخلنا عصر التصحر الإداري والتنفيذي والسياسي حين يكون بعض الوزراء في حكومة سموه متهما بالفساد والرشوة؟ فلا يستغربنا أحد حبس وزير أو وكيل وزارة لنهبه المؤسسة المؤتمن عليها، وحين لا يمارس رئيس مجلس الوزراء دوره على أكمل وجه ويترك الخيط والمخيط للمستشارين والموظفين الصغار؟ فلا شك أن الكويت ستنحدر إلى الأسوأ إلا إذا كان هؤلاء على قناعة أنهم بتعطيلهم مؤسسات الدولة وإهدارهم مئات ملايين الدنانير عبر فساد مكشوف يقدمون إنجازات تاريخية للوطن. لقد مرت الكويت بعشر سنوات عجاف جراء ممارسات رئيسي الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك والمستقيل الشيخ صباح الخالد، ففي عهديهما كثرت قضايا الفساد وشل القطاع الخاص وعرقلت مشاريع القطاع العام وازداد التراجع في الصحة والأشغال والتعليم وارتفع معدل الجريمة إلى نسبة لا يمكن السكوت عليها، لذا بات الخروج من هذه الحلقة المفرغة ضرورة مصيرية. في هذا الشأن نتوجه إلى صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين رعاهما الله كي يضع حدا لكل ما تتعرض له البلاد التي أصبحت في وضع لا تحسد عليه من البعيد قبل القريب. أذكر في عهد المغفور له الشيخ جابر الأحمد رحمه الله أكان في رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الدولة أنه عمل على تنمية المال السيادي وكان يشرف شخصيا على مؤسسة الاستثمارات وصفقاتها، وأذكر جيدا كيف رفض بيع حصة الكويت في شركة مرسيدس الألمانية حين احتاجت البلاد خلال التحرير لسيولة، بل طلب اتخاذ إجراءات بعدم التنازل عن حصصها في الاستثمارات الدولية الناجحة، وكان مدخرات صندوق الأجيال قد بلغت حينها نحو 600 مليار دولار وعوائدها نحو 40 مليار دولار سنويا، ويومها لم تستدن الكويت من أحد خلال الاحتلال العراقي، بل أنفقت من مالها على رعاية مواطنيها في الخارج، وبعد التحرير عملت على تعويض ما أنفقت خلال الغزو وإعادة الأعمار، بل عززت تلك المدخرات. اليوم ماذا لدينا؟ حين انخفض سعر برميل النفط سجلت الكويت أكبر عجز تاريخي في ميزانيتها، في الوقت نفسه لم تتأثر دول الخليج بهذا الأمر، بل هي أطلقت المشاريع التنموية سواء في الإمارات أو المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، فيما عندنا تقام الاحتفالات عند تتشيني فتحة في الشارع أو فلش أسفلت سرعان ما يتطاير حصاه ليخرب سيارات الناس. في مواجهة أزمة أصغر من الغزو بكثير وأعني جائحة كورونا، كان كل ما اتخذه مجلس الوزراء من إجراءات مجرد تخبط وهدر غير مبرر للمال العام، إضافة إلى غياب المعالجات المسؤولة على الصعود كافة. فهل بهكذا طاقم وزاري سنواجه الوضع الإقليمي الحساس والخطر جدا، فيما المنطقة تمر بمتغيرات كبرى ومصيرية وتحتاج إلى رجال دولة بكل ما في الكلمة من معنى؟ نعم، الكويت بحاجة إلى رئيس مجلس وزراء يدرك جيدا مهمته، وإلى وزراء اختصاص لا ينطبق عليهم الشطر الأول من بيت شعر للحطيئة: يا باري القوس بريا ليس يحسنه، ويكون العمل في الشطر الثاني منه: لا تظلم القوس، أعط القوس باريها. يا أولياء أمرنا، أن الكويت بحاجة ماسة إلى تغيير جذري في مجلس الوزراء، فلا يكونون أهل اختصاص فقط بل أمناء أيضا على هذا الوطن ومواطنيه، حتى نخرج مما ابتلينا به طوال السنوات العشر الماضية من حكومات يمكن أن نطلق عليها شعار ما في بالبلد إلا هالولد، وهي نظرية لا تبني دولة بل تهدم أعظم الإمبراطوريات.